احتفالا بالذكرى السعيدة لميلاد صاحب سمو الملكي الأمير مولاي الحسن، نظم تحالف الشباب ندوة حول دينامية الشباب في عهد سموه. نعلم جميعا أهمية الشباب وحيويته وبأنه عنصر أساسي من رأس مال البشري المغربي. نعتقد بأنه حان الوقت لإقحام الشباب في الحياة العمومية، ليس كقوة اقتراحية فقط، ولكن كفاعل سياسي وجمعوي وقيادي في الميدان وفي معركة التنمية. الشباب المغربي أبان عن نجاعاته خلال أزمة كورونا، ونتذكر أحد خطابات صاحب الجلالة في الذكرى 65 من ثورة الملك والشعب، حين قال جلالته: يجب أن نعطي المغاربة المكانة التي يستحقونها، وخصوصا الشباب الذي نعتبره دائما فهو الحقيقية في البلاد. اليوم بمناسبة عيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ارتأت يلدا مغرب أن نقوم بهذا النشاط الشبابي بطبيعة الحال في إطار الأنشطة ديالنا السنوية، باش نشاركوا جميع المغاربة، جميع مكونات الشعب المغربي بهذه المناسبة السعيدة، لا سيما أن هذه المناسبة هذا العام عندها واحد طابع خاص بطبيعة الحال، إضافة يعني الاحتفالات اللي كتكون اللي كيحتفلوا بها المغاربة بهذه المناسبة هذه، كاين معطيات كذلك عندها دلالة كبيرة على المستوى الدستوري وعلى المستوى السياسي، بحكم أن بلوغ صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن سن الرشد هو ماشي فقط احتفال عادي، وإنما عنده دلالة قوية على المستوى الدستوري والسياسي كما قلت، هو أنها مرحلة جديدة بطبيعة الحال في حياة صاحب السمو، في الحياة السياسية المغربية والحياة المؤسساتية بطبيعة الحال. كما لاحظنا على أن ابتداء من 2019 بدنا كنشوفوا حضور قوي ديال صاحب السمو الملكي في عدد كبير من الأنشطة الرسمية، وبطبيعة الحال البلوغ ديالو سن الرشد غادي يعطي كذلك، عنده دلالة كبيرة بطبيعة الحال وانخراط أكبر على المستوى المؤسسة كمؤسسة ولي العهد، بحكم أن بطبيعة الحال مؤسسة ولي العهد واحد المؤسسة اللي دائما المغاربة كيفتخروا بها بطبيعة الحال، وكنذكروا على أن الناس في السن ديالو أكبر، كنذكروا على أن كان هناك يعني عيد وطني ديال 23 مايو اللي كان عيد ولي العهد بطبيعة الحال، وهي هذه كذلك عندها دلالة كبيرة حيت كتشكل الاستمرارية، استمرارية الدولة، استمرارية الاستقرار، وهذا نابع بطبيعة الحال كذلك من الدين الإسلامي من بدأ البيعة ومن بعد تواتر البيعة، بالتالي خاص يكون عندنا كيفاش غادي نقول لك يعني خاصنا فريمون نشوفوا الحدث ديال اليوم اللي هو حدث خاص، نشوفوه بواحد بالشكل اللي خاص يكون، ونحتفلوا كيف مول الفكره احتفلوا، وكذلك نديروا حتى القراءات المؤسساتيه المرتبطه بطبيعه الحال بهذه الذكرى 18 على ميلاد صاحب السمو الملكي الامير مولاي الحسن.